عقدت الجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة قرار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الشريف والتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يعد قرارا باطلا ومرفوضا دوليا وعربيا، وأضاف أن هذا القرار يدخل المنطقة في مزيد من التوتر.